استنكر موظفي شركات الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية إزاء خطف رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن أبو بكر القاضي من قبل ميليشيات مسلحة في طرابلس. الموظفين في بيان لهم طلبوا كافة الجهات ذات العلاقة التدخل الفوري لفك أسر القاضي، كما طلب البيان الجميع التكاثف والتعاضد ونبذ الخلافات والعمل ضد كل من تسول له نفسه الخراب والفساد للشركة. هذا ودعا الموظفين من الجهة التي قامت بالاعتقال الإفراج فورا على رئيس مجلس إدارة الشركة دون قيد أو شرط، وحتى لا يتصاعد الموقف إلى أمور لا تحمد عقبها بحسب ما ورد في البيان.